مجالس البحرين الحمد لله فضل الله سبحانه وتعالى، نجد في البحرين اللمة الحلوة، ونجد اللي هو التماسك والتكافل، وطبعا تبرز هذه الظاهرة في رمضان. طبعا هو بشكل عام من حتى قبل رمضان أو خلال السنة بشكل عام نجد التزاور وزيارة المجالس ولمة الناس في البحرين، أما في شهر رمضان فتبرز هذه المجالس وهذه اللمة بشكل واضح. مجلس عادة احنا معروفين هنا البحرين من سنين المجالس موجودة عندنا، ودائما في المجالس يذكر فيها اسم الله، وبعدين يبتدي الحديث بين الناس، واللي عنده مثلا مشاكل الأول احنا نذكر باهاتنا وأجدادنا، إذا واحد مثلا عنده بنيان بيبني يساعدونه في البنيان، وإذا واحد مثلا عياله بيتزوجون يساعدونه في الزواج، والأول إذا حتى واحد مريض ما يعرفون عنه إلا في المجالس، والمجالس يعتبر كمدرسة، يعني مدرسة تجمع الصغير والكبير، وهذه محبة الله ألفها بين القلوب، وخاصة في هالشهر الكريم في شهر رمضان، وهذه نعمة من رب العالمين. واليوم الإنسان لما يجيها المجالس يفرح فيها، لأن قعدة البيت ويعني ما عندك محل تروح زين تمل، ولكن لما تي المجالس وتشوف هالجيوه الطيبة وتقعد وياهم وتسولف وتحاور، وهذا شيء طيب. بداية 2002 بدأت المجالس
يعني في الجلوس الأسبوعي، ونحن استفدنا الكثير من هذه المجالس. يوم أنا كنت صراحة في المجلس البلدي عضو، يمكن تنبع الأفكار والمقترحات والآراء من خلال هذه المجالس، ونحن نرفعها صراحة من خلال المجلس البلدي والمجلس النيابي. ومثل هذه طبعا المجالس احنا استحببنا ان يكون هناك شباب موجودين في هذه المجالس.